يعطيكم ألف عافية. اليوم رح أقدم لكم طريقة عمل الوربات أو الكولاج بطريقة مميزة وكتير سهلة، ورح أحكي لكم أسرار الطريقة وإن شاء الله تنال إعجابكم. رح أفرجيكم الكولاج أو أوراق الكولاج اللي استعملتها. أنا استعملت هاي الكولاج، في منها بكون مقاسات معينة، في بكون منها أوزان مختلفة، بس رح أفرجيكم الطريقة. التقطيع رح تكون لكل أنواع الكولاج اللي متوفرة عندكم. رح نبلش مع بعض نحكي عن مكونات الحشوة. في عندي حليب كامل الدسام وعندي نشا. رح أستعمل 4 أكواب من الحليب السائل مع كل كوب بده 3 معالق صغار من النشا. حطيت النشا على الحليب ورح أحط 1/2 معلقة فانيلا، ممكن سائل أو بودرة ما في أي مشكلة. في عندي هنا ظرف من الكريمة الخفق، ممكن تستعملوا كريمة سائلة مع الحليب، وممكن تحطوا الظرف اللي أنا حطيته من الكريمة حسب شو المتوفر عندكم. رح نحط هون الكريمة فوق الحليب والنشا والفانيلا، ورح نحركهم على البارد، بس نحركهم ونتأكد إنهم كل المواد تجانست مع بعض وتحركت منيح، منشغل عليهم من النار عشان ما يطلع معانا الخليط فيه كتل. وحطيت 2 معالق كبار من السكر، ورح نستمر بالتحريك ليصير عنا القوام جامد زي ما انتو شايفين بالفيديو. ضليت أحرك فيه كتير منيح لصار عندي القوام متجانس زي ما انتو شايفين. بلش شوي شوي القوام يجمد معاي، اهم اشي نضل نحرك منيح زي ما انتو شايفين. ما شاء الله القوام صار جامد ومنيح كتير معاي. في عندي كريم تشيز، كان متوفر عندي كريم تشيز. لو كان متوفر عندي قشطة كان حطيت علبة قشطة، بس اللي متوفر عندي كريم تشيز فأنا حطيت 1/2 علبة الكريم تشيز، حطيتها على الخليط اللي سويناه وحركته كتير منيح. أهم إشي نحركه ويتجانس كل المواد مع بعض. ضليت أحرك فيه لصار معاي زي الكريمة زي ما أنتوا شايفين بالفيديو. ضليت أحرك لأعطاني هذا القوام وروعة، الريحة الطعم كتير زاكية. إذا متوفر عندكم كريمة السائل ممكن تضيفوا 2 كريمة سائل و2 حليب سائل، وما تحطوا الظرف الكريمة اللي أنا ضفته. إذا متوفر عندكم، شو متوفر عندكم ممكن تعملوا في الحشوة. مديتها زي ما أنتوا شايفين بصحن عشان تبرد بسهولة، وخليتها تبرد شوي بعدين حطيتها في التلاجة لتبرد تماما زي ما انتو شايفين. رح استعمل السمنة الغزالين، ورح استعمل اوراق الكولاج اللي فرجيتكم اياها بالاول الفيديو. وزي ما حكيت لكم اوراق الكولاج في منها مقاسات، في منها احجام، في منها اوزان، فرح يكون عندي منها المقاس انا اللي جبتها او اللي كان متوفر عندي مقاس صغير مو كتير كبير. فاول خطوة رح نفتحها رح تكون بهاي الطريقة. اول اشي لازم نتعامل معها بهدوء شوي شوي زي ما انتو شايفين. فتحتها رح اقسمها لقسمين. القسم اللي ما رح استعمله اهم اشي انه نغطيه عشان العجينة رح تنشف معانا اذا ما غطيناها. هاي اهم ملاحظة عشان تكونوا عارفين. اول اشي رح اساوي رح اعد الاوراق الكولاج واشوف كم ورقة موجود عندي. بلشت اعد في الاوراق، رح اقسم عدد الاوراق الى قسمين. مثلا عندي قسم رح يكون تقريبا الموجود الأوراق الموجودة عندي 17 ورقة، أنا قسمتهم 8 بـ7 تقريبا، فأنا يعني نص بنص. هذا أهم ملاحظة عشان يطلع معاكم العدد يكون نفس المقاس الحبة الثانية. في أوراق من الكولاج بكون عدد الأوراق تاعها 24 ورقة من الكولاج. احنا شو بنساوي؟ بتعدوا 12 ورقة ب12 ورقة، بتقسموا العجينة الى قسمين زي ما انتو شايفين. انا بلشت اقسم العجينة الى قسمين زي ما هم بالفيديو. رح اخذ قسم
وأغطيه، وقسم رح نبلش أقطع فيه زي ما أنتوا شايفين. هاي القسم رح أخده وأغطيه، وقسم رح أخليه عشان أبلش أقطع في العجينة. وهي القسم الأولاني زي ما أنتوا شايفين مصفط، رح أخذ الطرف الأول وأحطه على الطرف الثاني وأسحبها بهدوء، ورح أبلش إني أحاول إنها تكون متوازية، وأخذ القسم هذا أحطه على القسم الثاني وألفها بهدوء، أحاول إني أقسمها إلى ثلاث أقسام، قسم أول قسم ثاني قسم ثالث. رح أصفتها بطريقة ثلاث أقسام زي ما أنتوا شايفين، رح أصفتها واحد أحطها على اثنين على ثلاث عشان يكونوا نفس المقاسات، أو يتحدد عندي ثلاث أقسام. رح أقسمها بالسكينة قسم واحد زي ما أنتوا شايفين، وقسم اثنين. رح أفتحهم بهدوء وأبلش الأشياء الحدود أو الخطوط اللي مبينة عندي أقطعها بالسكينة، وهيك تم تقطيعها بالسكينة. رح أفتح أخذ القسم أو الأول مربع وأخذه للأقسم. رح أقسم العدد الأوراق إلى قسمين زي ما أنتوا شايفين. رح أخذ المربع الثاني وأقسم عدد الأوراق إلى قسمين، وصار عندي مربعات، وهي كمان رح أقسمه لقسمين زي ما أنتوا شايفين. رح أقطعها بالسكينة زي ما أنتوا شايفين، وهيك صار عندي أوراق الكولاج جاهزة للحشي. رح أكمل وأفرجيكم. هيك صار كل إشي جاهز. وزي ما أنتوا شايفين المربع الأولاني أو أي مربع رح يكون بهاي الطريقة رح نحشيها. هاي عندي هون ما شاء الله الحشوة صارت جاهزة، فرجتكم كيف الطريقة بالفيديو المسبق. رح أمسك أول مربع وأبلش أحط معلقة كبيرة أقل إشي فيها، أنا بحبها تكون شوي مليانة، فمنحشيها ما رح تسيح ولا رح تطلع ولا أي إشي، رح تضل الحشوة جواتها ما أحلاها وكتير طعمها زاكي. وناخذ الطرف الأول ونثنيه على الطرف الثاني زي ما أنتوا شايفين بالفيديو، ونحاول إنها تكون متوازية. وهيك الشكل الأول، وكلياته رح أخلص الكمية وأفرجيكم من آخر إشي شو رح نساوي. وهاي العجينة الثانية أو القسم الثاني، وشوفوا زي ما أنتوا شايفين أهم إشي إنه إحنا غطيناها. رح نبلش نتني الطرف الأول ونحط على الطرف الثاني ونقطعها زي الفيديو المسبق زي ما فرجيتكم. رح نلفها ونبلش نقطع إلها ثلاث أجزاء، وبتكون هيك تمام عندي صفطت الوربات. انتو صفطوها بأي طريقة اللي انتو بتحبوها، انا صفطتها بهاي الطريقة. واهم ملاحظة هسه رح نساويها انه احنا نحط السمنة سايحة اهم اشي، ونحط كمية
يعني كمية كتير كبيرة عليهم، نحاول إنه نغطيهم ونحط ونسخة فيها، لأنه إحنا ما دهنا الأوراق الكلاج. هاي ملاحظة كتير مهمة، إنه إحنا نحط كمية السمنة كفاية إنها تغطيها. زي ما أنتوا شايفين حطينا كمية السمنة كفاية إلها، ونخليها تقريباً 10 ل 15 دقيقة ترتاح عشان الأوراق الكلاج تتشرب السمنة. وبعد تقريبا مرور 15 دقيقة بنحطها بالفرن محمى، ونحطها على الرف بالنص. هاي أهم ملاحظات بحكي لكم إياها، نحطها على الرف وخليها في الفرن على مهلها، ونحطها على الرف النص بعيد شوي على النار، تتحمر من تحت وبعدين بنحمرها من فوق. زي ما انتو شايفين هاي النتيجة كانت ما شاء الله روعة 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 الطعم. وهسه السمنة اللي بتكون زيادة في الكولاج احنا رح نصفيها، وزي ما انتو شايفين ما شاء الله الأوراق الكولاج مصفطة وروعة وكرانشي وبتكرش. رح أحكي لكم ملاحظة كمان بالنسبة للقطر، أنا عملت القطر كاستين قطر مع كاسة مي وعصرة ليمون، وأهم إشي يكون جامد. إذا كان مرك رح يطلع الكولاج معاكم طري وما رح يطلع فيه كرشة عشان القطر، فأهم إشي إنه يكون القطر جامد كتير جامد. وبلشنا نزين فيه، طبعا حطينا القطر وبعدين بلشنا نزين فيه الفستق الحلبي، وهيك كانت عندي طريقة الكولاج وبس. رح أحكيكم ملاحظة بالنسبة للفرن، أهم إشي يكون على 350، والكولاج أهم إشي ياخد راحته في الفرن ويكون الحامل مسبقا الفرن، ونحطه على الرف النص وعلى مهله يتحمر من تحت ويتحمر من فوق، وعلى مهله أهم إشي عشان يطلع معنا كرانشي وطلعنا مورك. وأهم إشي كمان القطر يكون جامد. حطيت كاستين سكر مع كاسة مي وعصرة ليمون، خليته كتير يغلي منيح لصار معاي جامد. وكمان بالنسبة للدهون الزائدة من الكولاج نحاول نصفيها بصحن، وهيك كانت عندي النتيجة. اعملوا لي لايك سبسكرايب، يعطيكم ألف عافية.